في صباح اليوم بدأت العمليات العسكرية، بدأها بداية من الانفصاليين في جمهوريتي الدونباس، من ثم دخلت القوات الروسية، الجيش الروسي، الدبابات إلى هناك. قبل ذلك بدأت القوة الجوية الروسية والمقاتلات الروسية بإسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. تم قصف أغلب الدفاعات الجوية خاصة في المناطق القريبة من العاصمة وفي العاصمة وقرب المطار. والعمليات العسكرية يعني حسب الدفاع الروسية قالت أنه استهدفت البنية التحتية العسكرية، مخازن السلاح أو نعم. جميل، يعني تسمعيني؟ حيدر، هل هناك غزو بري بالتزامن مع القصف الجوي والصاروخي؟ القوات الروسية بدأت بعملية قصف لجميع الدفاعات الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية قالت إنها أسكتت الدفاعات الأوكرانية، وبدأ القصف من جمهوريتي دونباس يعني الحدود التماس وصولا إلى العاصمة كييف. وقالت الدفاع الروسي أيضا أنها استهدفت فقط الدفاعات والقواعد العسكرية الأوكرانية ولم تستهدف أيضا المدنيين. أيضا حسب الانفصاليين في جمهورية دونباس قالوا أنهم حققوا تقدما. كيف ستتعامل روسيا مع التهديد والوعيد الدولي حيدر؟ حاليا هناك يعني في الداخل الروسي في موسكو اليوم تم إغلاق البورصة مرتين. هناك مخاوف من قبل الشركات الروسية من عقوبات قاسية ضدها. اليوم حدث انهيار جدا قوي في الروبل بنسبة 10%، يعني لأول مرة تحدث في روسيا أنه 100 دولار تعادل 8000 أو 600 روبل. هذا انهيار جدا كبير. هناك مخاوف يعني في الداخل الروسي من قد تؤدي هذه العقوبات خاصة ما بعد الغزو الروسي إلى أوكرانيا من انهيار اقتصادي كبير.